تواصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم مع هذه الانطلاقات الصباحيه التي تاتي بهجنا ابناء القبائل سن الحقائق. بعدما تابعنا والم حمد بن دغمال بن راشد الغيلاني قدم في هذا المسار ليسقط الهجوم بمقداره 4 دقائق 26 ثانية ثاني وناموس، واللي حظى على المركز الثاني كان الهداف راشد بن سلطان بن حمد. المركز الثالث كان حمود سيف بن سعيد بن حمد النعيم، والمركز الرابع النبي راشد بن عبيد بن محمد الحيري، والمركز الخامس كان مشاهد العزاء متابع الكرام الا وهو الطياري وسالم بن سعيد بن سالم الخضيري. هذه النتيجة في الشوط الماضي، وهنا ايضا انطلاقة موفقة، هنا ايضا من انطلاقات الخير والبركة. الشوط التاسع خصص الابكار الحقائق هجن ابناء القبائل مياسة، سالم بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري ياتي على صدارة المسار ويقدم انطلاقة مياسة، بينما المركز الثاني فزعة، يا مرحبا فزعة سعيد بن راشد بن محمد بن منين الشامسي يقدم لنا فزعة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات مع الظبي وسالم بن سعيد بن علي بن مفتاح الشامسي خذ المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع هذه وضوح ومبارك من ميثار بخلفان الشامسي يقدم لنا وضوح في هذه اللحظات مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس الدخول في هذه اللحظات والانضمام مع بهجة وعلي بن محمد الخريباني النعيمي خذ المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة المنطلقة في هذا المسار، المبدعة بالانطلاق المبدعة بالإثارة. تابع بقية الأسماء بقية الشعارات، الله يا سلام، ولكن نعود مع فزعة على البداية الأولى على صدارة المسار وعلى المقدمة. سعيد بن راشد بن محمد بن منينة الشامسي ياتي على الصدارة يقدم فزعة بعدما قدم لنا مشكورة في أحد الأشواط الماضية لتسجل التوقيت الأفضل في هذه الانطلاقات الصباحية. يقدم فزعة على صدارة المسار، على مقدمة الإبداع وعلى المركز الأول بهذا المسار المستمر، بينما الظبي مع المركز الثاني وسالم بن سعيد بن علي بمفتاح الشامسي خذ المركز الثاني. بن هدفة قادم مع المركز الثالث يقدم مياسة، سالم بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري الكيلو الأخير. دخلنا هذا الكيلو، عبرنا هذه البوابة، من لديه زوجة يتقدم لخريبان النعيمي مع بهجة علي بن محمد لخريبان النعيمي خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس الله المتمرد بدأ يتقدم ويقدم شعاره مع من حاف سيف بن سهيل بن سيف وانكرم الأخيري خذ المركز الخامس إلى الرابع إلى الثالث وعينه إلى رأس حربة هذا الشوط. ولكن فزعة سعيد بن راشد بن محمد بن منيرة الشامسي على صدارة يتقدم، ولكن بن مفتاح مع الظبي بن كلثم مع من حاف ليشكل كوكبة ثلاثية. واللحظات المثيرة فزعة على البداية، فزعة على المقدمة، على صدارة المسار بن منينة سعيد بن راشد بن محمد بن منين الشامسي ياتي ويقدم فزعة. بن كلثم قادم وبمفتاح هاجم، ولكن سعيد بن راشد انت السعيد في هذا الشوط. سلام بن منين سلام سعيد بن راشد بن محمد بن منين الشامسي. والنقطة الثانية في صباح هذا اليوم، المركز الثاني من حافظ سيب سالم بن سعيد بن مفتاح، المركز الرابع بهجة علي بن محمد الخريباني النعيمي، والمركز الخامس كان دخول مشاهدي الاعزاء متابعينا الكرام من خلال تواجد هنا ايضا وتدخل مع المركز الخامس كان الدخول سريع بن حيله لاعضاء خط النهايه. التوقيت الزمني المصاحب لهذه الانطلاقه 4 دقائق 28 ثانية تهانينا والناموس لمالك مشاهدي الاعزاء متابع الكرام. هنا ايضا التوقيت الزمني في هذه اللحظات 4 دقائق 28 ثانية تهانينا والناموس الجميع على خول الفايزين.